بتقع في جدول الترتيب بعد فاركو، واحنا بنتكلم على الداخليه والاسماعيلي والبنك الاهلي والمقاولون العرب. خد المفاجاه دي الاسبوع ده، مين مواجهات الفرق دي؟ الداخليه هيواجه المقاولون العرب، والاسماعيلي هيواجه البنك الاهلي. فيعني اعتقد الاسماعيلي والبنك بكره، والداخليه هيواجه المقاولون العرب، يعني هتبقى معركه كبيره جدا على طبعًا. ان حد في يعني الاربع فرق عايز يعدي. مواجهات مباشره دي اعتقد هتبقى يعني ممكن تصعب شويه الامور على فاركو. وانت اتكلمت الحقيقه في نقطه مهمه جدا، ان صحيح الفريق يبدو على مستوى الاسماء انه فريق جيد، لكن بتنقصه بعض الحاجات. من الحاجات اللي بتنقص فاركو يا اسلام ايه؟ يعني بتشوف هل الموضوع له علاقه بالزاد البشري، ولا هل الموضوع له علاقه بالروح نفسها عند اللاعبين، ولا هل الموضوع له علاقه بالفكره ان احنا عايزين ايه من المشاركه في الدوري؟ بص انا بشوف ان جزء كبير جدا من الموضوع ده يقع على المدير الفني اللي هما بيشتغلوا عليه. خلينا نرجع كده لفتره كابتن طارق العشري مع فاركو، الفتره اللي كان ابراهيم بيتكلم عليها، الفتره اللي كان الموسم الماضي عمل رن عظيمه، ومن اغرب الحاجات طبعا فجاه كابتن طارق العشري مشي، واضح ان كان في مشكله وما بين مدرب قبل كده بيهتم بطريقه لعبه، وبعدين جه كابتن طارق العشري. وكابتن الاول طارق كابتن ايهاب جلال، بعد كده جه كابتن طارق العشري، وهو ده كان الشيفت اللي كان يقول لك كابتن ايهاب جلال والبيلد اب، وهيبدا الهجمه من تحت من عند شيكا، وشيكا تحديدا لا يجيد اللعب برجله كويس واخطا في اكتر من كره. فجاه بتيجي والحقيقه بص يعني كابتن طارق العشري في فتره فاركو دي ما لعبش كره دفاعيه بحته، عشان كابتن طارق العشري كان بيهجم ضد الزمالك وقدر يكسب الزمالك. الزمالك كان وحش وغلطات، لكن في مبارياته مع فاركو حق ربنا كابتن طارق العشري ما كانش اللعب التقليدي اللي انت عارف كابتن طارق هيشتغل تحت الكوره ويعمل تحولات. وهنا تقدر تاخد بس التصريح اللي كابتن طارق العشري قاله من يومين، قال لك انا مدرب تجاري، انا داخل الماتش معايا نقطه انا مبدئيا عايز اطلع بيها، لو ما جاتش اخد الثلاث نقط بس ما اخسرش. صحيح الفرقه ما تحسش ان هي عندها هويه، يعني والله في مدربين في الدوري المصري متمرسين جدا، منهم كابتن طارق العشري واحد من اهم المدربين. هو الراجل ده عنده هويه، بيعرف معاهم نونو الميدا شبه نونو يعني الميدا، فكانت النونو الميدا كابتن ايهاب جلال كابتن طارق العشري، فكانت الناس بتقول لك انت عمال سخن ساقع يعني فاهم انت مش عارف تظبط. ما هي كانت الفكره يا اسلام في اختيار المدير الفني، واحنا بنتكلم على نونو الميدا وابراهيم كويس ان هو ذكر نونو الميدا. نونو الميدا تقريبا اتكون على ايديه مجموعه اللعيبه، فاختياراته اللاعبين هو مدرب بي يعني بصبغه دفاعيه طبعا، او يعني اقرب الى الدفاعيه. فبالنسبه للكابتن ايهاب جلال ده كان موضوع صعب جدا، هو مش دول اللاعبين اللي هو محتاجهم، فبالتالي ما نفعش معاه. لكن الجي كابتن طارق العشري ده يا سيدي ده زي الفل، ده دي الفرقه اللي انا بحتاجها. هو وقتها كابتن طارق العشري معلش يا اسلام قال ان انا كنت رايح اصلا الاجتماع وانا مجهز القائمه باللعيبه اللي انا عايزها، فجاه قالوا لي لا انت هتمشي. ده كان مفاجاه. طب ايه ليه التغيير اصلا؟ بالذات زي ما اسلام قال انه كان عامل ران كويسه جدا جدا طبعا طبعا. وبعدين فريق في الدوري معاه مدرب بامكانيات كابتن طارق العشري، اعتقد الراجل في الاخر كدوري مصري هو بيعرف يقود الفرق دي انه يجمع بيها نقط كويس جدا، فهتبقى انت موقفك كويس في الدوري، ممكن يعمل لك مفاجآت في كاس مصر، وبيعمل مباريات كبيره قدام الانديه الكبيره، قدام الزمالك، قدام الاهلي، قدام بيراميدز، هتلاقي دايما كابتن طارق العشري ليه بصمه. فانت مع كامل احترام كابتن خالد جاي مدرب كويس طبعا جدا، لكن في الاخر انا بتكلم على فاركو السنه اللي فاتت، انت معاك مدرب مهم ساعده وفر له امكانياته، لان تجارب كابتن طارق العشري اغلبها هي تجارب ناجحه لمدرب بيقدر يقود فريق بشكل كويس جدا في الدوري المصري. لعيبه بتقف كويس، لعيبه بتدافع كويس، هتشتغل على التحولات الهجوميه، عنده هيكل، عنده الحد الادنى اللي بيخليك تتفرج على فريق كوره منظم قوي، فريق بيعمل ماتشات فريق كوره منظم فاهم. فاعتقد ان المدير الفني هو الكور، مع طبعا بعض المشاكل في تكوين الفريق ك